المملكة منذ العام 2015 أكثر من 8 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق، وستستمر المملكة في دعم أشقائنا في اليمن لمواجهة الجوع والفقر الذي تسببت به هذه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، التي عاثت قتلاً وإجراماً وتعدياً على الشعب اليمني وعلى المملكة. ومن هذا المنطلق واستمراراً لحرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، فإنه يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي تتضمن أكثر من 11 مبادرة إنسانية، إضافة إلى جهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والعمليات الإنسانية بحجم أكبر بكثير مما كان عليه الوضع في العام 2017 لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن بشكل شامل ومستمر ودون انقطاع. أعلن التحالف اليوم استمرار فتح ميناء الحديدة للمواد الإنسانية والإغاثية، والسماح بدخول كافة المشتقات التجارية بما في ذلك المشتقات النفطية والشحنات الغذائية وغيرها لمدة 30 يوم لدعم تطبيق المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمقترحاته بشأن ميناء الحديدة.